انطلقت فعاليات الورشة الإعلامية والتحسيسية حول الصيد العشوائي والمتاجرة الغير الشرعية بالحيوانات البرية في مقر القيادة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة، والتي دامت أشغالها لمدة يومين. سيدات السادة، مرحبا بكم. يطيب لي باسمي الخاص وباسم أفراد مجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة أن أرحب بالحضور الكريم المشارك معنا في فعاليات الورشات الإعلامية والتحسيسية حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية بالحيوانات البرية التي تدوم يوم 11/12 من هذا الشهر 2022. تكتسي أهمية الثروة الغابية الوطنية أهمية بالغة ضمن السياسة الوطنية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، حيث أصبحت تشكل انشغالاً حقيقياً للسلطات العمومية بما تمثله من أهمية بالغة في الصيد العشوائي والمتاجرة الغير شرعية بالحيوانات البرية. ظاهرة تمس بالثروة الحيوانية والغابية للبلاد، وهو سلوك منحرف مقرون بتحقيق مصلحة شخصية على حساب المصلحة العامة، وقد يتطور ليهدد السلامة والسكينة العامة كالحوادث بالأسلحة والحرائق، مما يستوجب العمل على تكثيف كثير الجهود لمحاربة هذه الجرائم. والآن أعلن عن الافتتاح الرسمي لهذه التظاهرة. المجد الخلود لشهدائنا الأبرار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتحية الجزائر. سيد المقدم قائد المجموعة الولائية للدرك الوطني، سيد المقدم قائد الأركان للمجموعة الإقليمية للدرك الوطني، سيد مدير الحضيرة الوطنية للجزيرة، سيد ممثل الأمن الوطني، سيد ممثل مفتشي تقسيم الجمارك، سيد سيدات ممثلة مديرية البيئة، السيد رئيس الفيدرالية الولائية للصيادين، السادة ضباط وضباط الصف، ممثلي الأسرة الإعلامية، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بداية أشكركم على هذه الدعوة، كما أثمن دور هذه الورشة التي تأتي تكملة لتوصيات الورشة الإعلامية والتحسيسية حول الصيد العشوائي والمتاجرة غير الشرعية للحيوانات البرية، والتي نظمت من قبل القيادة الجهوية الأولى للدرك الوطني بالبليدة في تاريخ 30/31 مارس، كونها ارتبطت أهمية هامة في مجال التحسيس بأهمية نشاط الصيد البري وتطوير الاقتصاد البيئي، خصوصا ونحن مع تحديات سياسات التنمية المستدامة. وتأتي هذه الورشة التكوينية مع بداية الصيد التي أقرته السلطات العليا للبلاد، وهذه الورشة التكوينية والتكوين بصفة عامة يدخل ضمن الاتفاقية المنضاف بينها المديرية العامة للغابات والقيادة العامة للدرك الوطني، وهذه إحداث تبادل الخبرات بينها. كذلك مختلف الاستهداف الأخرى، هناك تحضير لاتفاقية أخرى بين المديرية العامة للغابات وقيادة الأمن الوطني حول ممارسة الاتجار داخل الوسط الحضري، وكذلك مع قيادة الجمارك حول الاتجار بالكلاسيتس، اتفاقية كلاسيتس التي تحظر الاتجار بالحيوانات المحمية دوليا. مرة أخرى أشكركم على هذه الدعوة، وأتمنى أن تكون مفيدة لجميع الأطراف، وهذا لبغية الوصول لهدف المشترك وهو حماية الثروة الحيوانية البرية بوطننا. وشكراً. في إطار تشجيع التعاون بين مختلف المصالح ومؤسسات الدولة وضمان ديمومة الثروة الغابية الوطنية وحمايتها من التدهور أو المساس بها، نظمت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة ورشات إعلامية وتحسيسية حول الصيد العشوائي والمتاجرة الغير شرعية بالحيوانات البرية، والتي جرت فعاليتها على مدار يومين كاملين 11 و12 ماي 2022. تم من خلالها عرض مداخلات ثرية ومتنوعة في هذا المجال. الورشات الإعلامية التي افتتح أشغالها قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بالبويرة عرفت مشاركة نوعية من مختلف القطاعات المعنية بهذا الموضوع، وعلى رأسهم المحافظ الولائي للغابات بالبويرة، بالإضافة إلى ممثلين عن كل من الأمن الوطني، مفتشية أقسام الجمارك بتيزي وزو، مديرية البيئة، ومدير الحظيرة الوطنية بجرجرة، والفيدرالية الولائية للصيادين. تأتي هذه الورشات لوضع تقييم موضوعي لآليات الولايات
الوقاية ومكافحة الجرائم المسة بالثروة الغابية، خاصة الحيوانات والنباتات المحمية والمهددة بالانقراض، وتكييف تلك الآليات كلما دعت الضرورة إلى ذلك، حيث خلص المشاركون إلى ضرورة المعالجة الملائمة لظاهرة الصيد العشوائي التي تمس بالتنوع الإيكولوجي والبيئي وتهدد الثروة الحيوانية وتشكل خطرا على المحميات والحظائر الوطنية المصنفة. ولقد تميز اليوم الأول من الورشة الإعلامية بإلقاء مدخلات من طرف كل ممثلي القطاعات، ومن خلاله لقد تم فسح مجال للنقاش وطرح الانشغالات من طرف الحاضرين من أجل تبادل الخبرات. شركة اليوم محافظة الغابات لولاية بويرة مع في الورشة الإعلامية التي تم تنظيمها من المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية بويرة حول مكافحة الصيد العشوائي والاتجار بالحيوانات المحوية، وهذا تأتي تبعا للورشة الجهوية التي تمت على مستوى قيادة القيادة الجهوية الأولى بالبليدة في تاريخ أفريل الصارم، حيث تم تقديم هنا محاضرات حول الحيوانات المحمية بالجزائر والحيوانات المحمية الممنوع الاتجار بها خاصة دوليا في إطار اتفاقية لاسيتاس. وشكرا. واختتمت فعاليات الورشة الإعلامية بخرجة ميدانية إلى منطقة تجدة لإطلاق طائر محمي وزيارة معرض الطبيعة، كما تم تقديم عرض حول الحظيرة الوطنية لجرجرة وتوزيع مطويات ومنشورات لتحسيس بأهمية السلوكات البيئية في المنطقة المحمية. اي كاين املاك غابيه وطنيه تابعه للدوله وكاين الاملاك تاع الخواص، هكذا هضر حتى الارض تاعو تكون ارض تاع الخواص وتحكم مين المصنع فيه الوحده الصحاري كيسمو السيكتور تاع الوزيان جينا زون تومبو، في لا زون تومبو صدر القانون يسمح ببعض الممارسات التي تدخل دائما في اجل المحافظه. إن شاء الله صحة خليل.